العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر عصر كان كده أرتي ولاي. العصر مرت وقت معروف كأوي أو وهي كده ده يمر معناها صلاة عصر وقت كده إلى غروب الشمس وي العصر اللي هذا. وهكذا العصر اللي هذا زمن كلي هذا قرن كلي وقت كلي هذا في عصر النبي ولا أرنا يا وقت النبي عليه الصلاة والسلام. العصور بقى مثلا العصور التاريخية وليد التاريخ. مرت وهي كده أرتي زمن كده أرتي أما وقت العصر يعني كده أرتي. إن الإنسان إنسان أظن لفي خسر خسارة سبين إلا الذين دول كنوية آمنوا الله رمي وعملوا صالحات أعمال صالحات كان السمي وتواصوا سودر دارمي بالحق حق سودر دارمي وتواصوا سودر دارمي بالصبر صبر سودر دارمي سورة يرسى أمرك وحال نوري الإمام الشافعي نجري لو لم ينزل الله من القرآن حدوث الله سيد الجنهين لو لم ينزل الله من القرآن إلا سورة العصر لكفهم بيبان وكافي الله هذا معنى سيده يهي بأي من شافعي لغورية ومعناها معلومات مهمة أهو لغوب الدادة يضم أصل خذيبا لغسو أروهية ما شاء المعنى سنورك وحاوه يبشرك بذنكيه أغلبية وغني خسارك سبينيين لا إله الشيخين انت كبد دادة وإن لغا استثنونا هاي حوضة لغا في هذا يبن عالم كموية انت وضم يعني بغن خب نار بي جلهية يرى النصوص بغن بأكاه ليسا يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ذكر بذنك نقول ما يان مؤمنين بالهي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وقليل من عبادي يشكون ولا تجد أكثرهم شاكرين مركز شكرين تمارتي إن لا إيمان يا إني تغير بلا إلى إن وش غير رسولك صحابه حكيري يعني صلى الله عليه وسلم حكيري واحد هاني سنة الجنة بركض بوشين مركز سيابين كذب ما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود دي يدوك واحد سنة الشرك مركز لين في ريو بيري تنعب وكتها لديه مدو أمديه بالذنب ساسا مركز قالوا أبهان صحيح وصلنا مركز بالعالم القومي سبا حق عباد المركز لقاها الله إلا وانفيري يكتر الله وانفيري ليش الله بدنه وابلغ شكيا وحاو يحق وحاو كتر وحاو يحق أهان تسا لفيريا دليل كيبا لفيريا عدي دليل كيبا لفيريا مركز توصوي أما هاي رادان أما هبرنا دان كرام مركز الله ما حساب صوبة طبا واحد حساب صوبة معنا كرا دي فيريا ما تذكر مركب الدادة هي وخسارة خسران كابلان كنا هريري كبت بادة هي وعدتك الصفات كان لمركب ورسع الإمام بليه إلا الذين آمنوا عقيد حق يستسين وي وقوة الله وحيري وي والله أنو شريك لي حاجة الإيمان كي قال الله قال وطوها ولا إله إلا الله والله العابد وطاقود ولا قصد هذا وعبد الله ولا تشركوا فيه شيئا بإلهي مركا أرنت أهر يتوحوي الإيمان وي وعقيد لي وي توحيد لي يعني النبي قوي سجير عليه الصلاة والسلام وفتع بالغيش بوح وي دي وحاجة كويرة هي بير إيمان بير كويرة تدرون ما الإيمان ما قرانيش الإيمان وحي لي وحوي بيران تعبد الله ولا تشركوا به شيئا يعني الله عبدان أي نو شريك يلي فإيمان كي أما قفك هذه اللي قوة يارين تاسين الله كلي يعبدو وشركاء كتب هذه اللي قلق يهي كافرين تبكرا ووصلي أنكسو مرلي سورة البيين أنكسو مرلي كفار تكمل يهي مركا لا إله إلا الله مخلص ويره وحلو قصد هيا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله خمين فالله مركب حال الله سعطة وإننا خمين الله نغنيسا أن تؤمن بملائكة الله ملائكة الله إنا خميشد وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كل من الذين آمنوا بيسوء قريسا صفاتكم أمنين توين سلامك باهرك وغفك أمجينا أيها التوحيد والصلاة والزكاء مركب أمجيه واحد أسر أنا يسأل وبدأ لنا هي أنت أن لوجين معنا قال لهم ما رتق صون إنه يؤمن إنه هيستو هذه لكن الأجادو إنه شرك أكبر هيستو أما وآخر الدنيا هي أما نبي نحن كشف سيئة أما نبي دام هو مثير الشهادة في يحول نغم ما يسأل هذا في كذي في سد الأسبوع جمع سين وحقيقة إلا الذين آمنوا هو الله رميهم مركب لهم هنا يا الله هو حد كوب السوء غفلا الله هو وحيد أما وحيد الله من رمينا وحيد الرميه ومن فسمرك ما أفكر يكون حق يقول إسا وين رمي أفكر أمي يكون حق يقول إسا ما يوحوا إذا أنا مثلا تفحظ ضدك توصل إلى نور صحابتي يتابعينك يوحى كل رأي ونات يكون رأسين يوحوا إيمانك ما مدى قول أيه وحقيقة نقول ما إلا إنه نقضم مي قول وعمل ونية أفكر أنا كفر مي وأفكر أكفر كده معنى الله إنه واحد يعني إله كنا مهين وحرى لك وتراتلين دنا waxa weeye ina qalbiga arinta ay ka jirto weeye sidka qalbigu mustaqbalan biha qalbuhu gaira shaakil yubtadi bidalika wa shalla khalis min qalbihi sidii shuruuda uu dhigay qalbigina waa in yaqiin ay jirto iyo ikhlaas ay jirto cilmi waa in jirto la garanayo kala waxa weeye waa in lagu amal falo oo wixii lagu dhaqmo weeye
oo al-imaanu billahi allah washahidiisa waxa waweyaha shirkiina ka tagtid ilahay la alwashahidiisid wey. Sidoo kale waajibaadka badan oo ilahay inuu ku waajibin yahay waa sidaasoo kale. Salaadii waxaa loo baahan yahay qalbiga inaad ka rumaysanta inay xaq tahay, waxa weye salaadii inaad qiraysid macnaha oo dadka ugu yeeraysid oo salaadii inay xaq tahay waa inaad sheegaysid, waana inaad haddana salaadii la imaanaysid oo tukanaysid wey. Tukadu waa sidaasoo kale qowlan wa camalan wa niya wey. Xajku waxa weye qowlan wa camalan wa niya wey. Kulli waxa weye arrimahaas o dhan waa acmaasha dhan waa sidaas marsaa. Marka dadkii luusanaa murjaada la oran jiray iyo baabka laa ilaaha ila allah inay qowl iyo camal iyo niyo tahay ma ayan diidin mana ka hadlin mana lagu sheegin, laakiin waxay ka hadli jireen waxa weeye acmaasha kale oo waajibaadka ah. Haddii camalkii layska daayo qalbigiina laga rumaysan yahay oo salaadiina xaq tahay la rumaysan yahay, haddii lagu weydiina waa xaq afka laga oranayo laakiin aan la tukanin ama waxa weye aan sikadii la dhiibayn iyo qalbiga laga rumaysan inay xaq tahay aan sikadii la dhiibayn, ama waxa weye aan la suumin iyadoo xaq laga rumaysan yahay ramadaanku inuu xaqiga la rumaysan yahay. Dadka saas yeelayo aan camalkii qabanayn ee waxay yidhahdeen iimaanku waa kaamil oo iqraarka qalbigaa tasdiiqa qalbigaa ku filan bay qaarkood yidhahdeen, qaarna waxay yidhahdeen tasdiiqa iyo qowlka oo wada socdaa ku filan, qaarna waxay yidhahdeen qowl keliya ku filan oo qowl keliya lagu maaratay badbaadahayaa oo lagu maaratay magacii lagu qaadanaya aanu iimaanka, inkastoo ayaan oran qofka qalbiga ebirka ka ah maarata kanu gelahayaa ayaan oran qolada karaamyada. Marka sidaas u lansanaayeen barajiyaada marka saas salafkii waxa sheegahayeen oo dhan waxay ahaayeen acmaasha haddii qalbiga laga darsiyay inay xaq tahay laakiin aan la sameyn in la badbaadahayo badeli jireen oo iimaankuna kaamil yahay. Laakiin weligeed lama arag murjaa oranaysa laa ilaha ila allahu qowl iyo camal iyo niyo ma ahan, ee waa qowl kelii oo shirkiga iyadoo la sameynaya qowl lagu badbaadahaya. Weligeed lama arag murjaa oranaysa. Murjaadii wax laga sheegahayo oo dadku waraayay lacnada hayeen oo waxan ku sheegahayeen waa ka hirsirayeen sidaa waana ka wanaagsanayeen. maanta laakiin waxaa la helayaa murjaada waqtigaas jogta waxay oranayaan tawxiidkii laa ilaha ila allahu afdalu liimaan ahaa waa qowl kelii ma dhanna waxay ka leeyihiin iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyad, haddana laa ilaha ila allahu waxay leeyihiin waa qowl kelii. Tanaaqub baa marka halkaa ku jiro oo waxayn garan iimaanka waxaa laga wada isan garan oo laa ilaha ila allahu meesha ugu sareysa inay ta afdalu liimaan tahay. Laa ilaha ila allahu marka sidee qowl kelii ku noqon kartaa? Nebigaaba yidhi sidqan min qalbihi oo ushardiyo qalbiga, sidoo kale wuxuu u shirdiyay wakafra bimaa yacbud min duni illah in laga tago aalihadii maarata la caabudahayay oo dhan. Arrinta ugu horreysa lagu badbaadayo marka waxa weye al-iimaan weye, waa in caqiido saliima qofku leeyahay. Kan kale waxa weye camalu saalixaad acmaal saalixaad inuu leeyahay. Haddii kale iimaankiisa qalbiga habaa been ah, hadduusan camal saalix la imaanay oo camalka saalixa tarjumo weye qofka inuu caqiido fiican leeyahay. Haddii macnaha camal saalix laga waayo wuxuu afka sheegayo maarata waa been, maarata qalbiga wax ma jiraan oo qalbiga fasaad jiraa weye. Hadduu camal saalix laga waayo oo iimaankaaba dabeecadiisu waxaa ka mid ah camal saalix oo keensanayaa wey. watawaasuu bilxaqina waa xaqii isugu dardaarmayeen markay iyagu alla rumeeyeen oo wixiyeen oo waajibaadkii la yimaadeen xaaraantiina ka tageen bay haddana dadkii xumaaday haddana hagaajinahayaan, iyagana waa isku dardaarmayaan inay xaqa ku sugnaadaan oo ku ballamayaan oo ku soconayaan. Waa dad ducaada macnaha dad xarako wado bay noqonayaan, dhaqdhaqaaq wado, islaamka sara marinaya, ilaa diinta ilahay ka sara maray. watawaasuu bisabri sabarkana isugu dardaarmaya oo wadada ilaahay mashaakil iyo dhibaatooyin baa imaanaye, dadkii waxay isugu dardaarmayaan marka in la sabro. hadduu qofku marka arrimaha uu ku dadaalo oo iimaankiisana uu saxiixiyo oo iimaan xaq la yimaado wixii la yimaado waajibaadka xaraantiina ka tago dadkiina diinta uu yeero kuna sabro dariiqa ilaahay waa intii lagu badbaadi lahaa weye. Sidaabuu u yiri shaafici lakafadhum oo ku filaan lahayd balaadan hadday ku dhaqmi lahaayeen. Marka arrimahaas marka waa arrimaha maaragtay la yiri waxaa kaloo lagu miisaanaa suuraddan dadka lagu miisaanaa jamaacooyinkala lagu miisaanaa. Qofka marka miisaanays marka horese caqiidada uu rumaysanya la fiiriyaa, caqiidadiis hadday saliim tahay waxaa la fiiriyaa yani xagga ruuxdaa laga fiiriyaa, cabsidiisaa la fiiriyaa, siduu isu ilaalinayo taqwadiisaa la fiiriyaa, oo camal saalixiisaa la fiiriyaa. Haddii taana ku wanaagsan yahay waxaa la fiiriyaa dadka ma ugu yeerahayaayo qof iimaan ku gaaray inuu dad diin ugu yeero ma yahay yani, iyo sabarkiisaa la fiirsaa. Labadaba socdaan dacwadii weeye maar yani dacwadii xarakadii weeye. tawaasuu bilxaqi iyo sabr waa xarakadii, waa camalu saalixaadna waxa weeye waa xaggii ruuxii weeye, aamanuna waxa weye xaggii kufriga iyo caqiidadii weye ictiqaadkii weye. arrintaasa qofka lagu miisaamaa marka jamaacooyinkana arrintaasa lagu miisaamaa. jamaaca waxaa jira caqiidadu saliim tahay laakiin camalkoodu usan fiicnayn oo dadaalayn, iyo waxaa jira macnaha caqiidadu ay xun tahay laakiin cibaadadu badan tahay, iyo shirki aaminsana qaar waxaa la yaabaysa si tukanaya leyfkii ama u wardinayaan ku jeexsanaya, oo camaalo saalixoodii cabsidoodaa badan haddana waa lunsan yihiinoo sida nasaaradii iyo caqiidadii uga ladaan, qaarna waxa weye dacwadiibay ka fariisanayaan. intaba waa la helayaa